استاذ ايهاب، يمكن اهم حاجه لفتت نظري في حاله المستوى المتطلب امبارح الاوراق اللي طلعها، وانا كنت بضرب كف على كف الحقيقه، اوراق بتثبت ان ممدوح عباس خد فلوسه وعمل حجز وبعدين رجع خدها تاني وعمل حجز. انا فهمت صح كده؟ ايوه اصل انا في القانون ما بفهمش كتير، بس انا تابعت الحلقه باهتمام فلقيته بيطلع مستندات تثبت ان الراجل ده خد فلوسه مرتين ثلاثه وبيطالب برضه بفلوس تانيه. يعني ايه ازاي؟ يعني ازاي انت عندك مستندات بتثبت ان الراجل ده خد فلوسه طبعا هو الاستاذ مرتضى، ويروح يحجز برضه على ال هو استاذ مرتضى من يعني من يعني من واقع المستندات ومن واقع الاوراق اللي اتطلعها امبارح، كل تفصيله بيتكلم بمستند، ما بيتكلمش كلام مرسل او ما بيتكلمش كلام بدليل ان هو راح بالمستندات بدون دي دليل كلها. يعني. راح بالمستندات دي المحكمه، يعني هو لو ما عندوش الدليل على ان ممدوح عباس خد فلوسه او خد الفلوس المزعومه في وقت من الاوقات او في توقيتات سابقه، ما كانش هيروح المحكمه يطلب رفع الحجز بالمستندات والادله والبراهين اللي هي قدمها واللي عرضها امبارح واول ويوم الخميس على الراي العام، عشان الناس تبقى عارفه ان هو بيتكلم على بينه، مش بيتكلم يعني من محض افتراء او ان هو بيدعي عليه او كده، لكن هو بيثبت للناس وبيثبت للناس كلها انا اهو في موقف قوه. بيتواكب كلامه مع اعلان الاستاذ امير مرتضى منصور مشرف عام على الكوره على الصفقات اللي تعاقد معاها نادي الزمالك، الصفقات المميزه اللي تعاقد معاها نادي الزمالك في فتره الانتقالات الصيفيه، بيقول لك شوف بالرغم من ان انت حاجز على اموال نادي الزمالك الا ان احنا هممنا مصلحه نادي الزمالك وما قصرناش، مع ان انت لو طلع استاذ مرتضى منصور وقال يا جماعه انا مش هجيب صفقات السنه دي لان في عندي انا محجوز على فلوس النادي، هو مش هيجيب فلوس من بره، انت فلوس النادي محجوز عليها. صح، لو طلع قال كده، لكن هو بيعمل لك الربط، بيوريك انا في اليوم اللي بعلن فيه عن صفقاتي تدعيم صفوف الفريق الفايز ببطوله الدوري، الفريق الفايز ببطوله الكاس، احنا في عندنا حجز، ورغم ان في حجز من واحد كان بيزعم في يوم من الايام ان هو محب لنادي الزمالك، ان الحجز ده ما اثرش على مسيره نادي الزمالك رغم الضغوط الماليه الكبيره جدا 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 على نادي الزمالك. كلامه في الحلقات دي بياكد لكل من يحاول التشكيك في يعني في دفاع رئيس نادي الزمالك عن مصلحه ناديه وعن يعني عن حقوق ناديه. يعني النهارده لما تيجي تشوف، يعني من السهل جدا 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 ان يعني احنا بنبقى قاعدين مع الاستاذ مرتضى وبيجي ناس كتير بيقول له مثلا انا ليا فلوس مثلا عن فتره كذا في مثلا في كذا، بيجيب المدير المالي وبيتخانق معاه ازاي ده ما خدش حقه، وممكن توصل لدرجه ان هو مثلا يخصم من المدير المالي عشان مأخر بعض المستحقات، سواء لواحد مثلا ليه مورد او للاعب او، فهو لو شايف ان سين او صاد او عين ليه حق عند نادي الزمالك كان هو اللي هيبادر ان هو يدفعه له، لكن هو شايف ان في محاوله يعني لسلب حق مش حق يعني او لسلب اموال نادي الزمالك، فهو واقف للموضوع دوت يعني واقف له بالمرصاد وبيتعامل معاه بكل السبل وكل الوسائل القانونيه المتاحه وبالاوراق والمستندات اللي موجوده معاه واللي مقدم بيها حافظه مستندات كامله للمحكمه. فالنهارده الراي العام لازم يعرف، لان الطرف الاخر يعني ما يعني مش هدفه ان انا اخد فلوس، لا هدفه الشوشره، اصدار بيانات كل شويه، المحامي برضه بتاع الطرف الاخر بيطلع يطلع بيانات، فهو لازم يطلع ويرد على الراي العام ويقول للناس ان نادي الزمالك عمره في يوم من الايام ما كان بياكل حق حد، اللي ليه حق بياخده، ولكن المبالغ اللي بيتكلم فيها الطرف الاخر ممدوح عباس هي مش مستحقه ليه، والاوراق طلعها امبارح وزي ما الاستاذ محمد قال، استاذ مرتضى يعني قال لممدوح عباس تعالى رد
محاميك يدخل يعمل مداخله ويرد ويفند الكلام اللي احنا بنقوله رد، معاك حق الرد، لكن فعلا هم اثاروا الصمت. ويعني لان انت يعني هم في توقيت معين عايزين يتكلموا بس ما يبقاش فيه مواجهه. لا انت الاستاذ مرتضى قال لك اطلع وواجه وعندك المساحه كامله.